الدول الأعضاء ستفتح أبواب بكل كرم للأفغان الراغبين بالهرب من بلادهم، وكل الدول الأعضاء يجب أن يحتموا المسؤوليات حماية اللاجئين الدولية. دعمنا يجب أن يطابق حجم الاحتياجات. أصحاب السعادة، لقد زرت كابول مرات عديدة على مدى سنوات طويلة من النزاع. هذه كانت مليئة بالأحزان والرعب والحزن، ولكنها كانت أيضا مفعمة بأمل الشعب الأفغاني الذي التقيته. يريدون التخلص من الفقر المدقع وتوفير الوظائف، ويريدون استعادة حرياتهم وحماية حياتهم، ويريدون حرية بلادهم من الإرهاب. باختصار، هم يرغبون ما يرغب به كل شخص في العالم ويستحقه، ويجب أن نستثمر لتحقيق هذا الأمل والوعد. اسمحوا لي أن أختم بكلمة خاصة تعبر عن إعجابي لفرق الأمم المتحدة ومجتمع المساعدات في أفغانستان. الغالبية العظمى هم من المواطنين الأفغان، هم يقومون بعمل استثنائي في كافة أرجاء أفغانستان، وأنا أتضامن معهم بالكامل. ودعنا نلتزم بدعمهم ودعم الشعب الأفغاني لكي يقوموا بعملهم بشكل آمن. الوقت قصير والأحداث تمضي بسرعة في أفغانستان. دعونا نمد يد العون إلى شعب أفغانستان، نفعل كل ما بوسعنا وكل نحن مدينة به لكي يتشبثوا بالأمل. شكرا. شكرا معالي العام ومرشدتك نيابة عن الشعب الأفغاني. الآن أعطي الكلمة للسيد مارتن جريفيثس، وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة والطوارئ. شكرا ملسان، شكرا الأمين العام على هذا الاجتماع. أصحاب المعالي سيداتي والسادة، في الأسبوع الماضي وكما ذكر الأمين العام سافرت إلى أفغانستان. هناك التقيت بالسلطات على الأرض ومع أعضائي من اللجان الإنسانية والرجال والنساء الأفغان، وشاهدت بيوم عيني الظروف على الأرض والعمل الذي يقوم به المجتمع الإنساني. غادرت بدون أدنى شك بأن شعب أفغانستان وخاصة النساء والفتيات بحاجة إلينا الآن أكثر من أي وقت سبق. الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية تعبر عن زيادة عمق الأزمات الإنسانية، وهي تهدد كما وصف الأمين العام بتحويل أو قلبي الأحوال إلى وضع الكوارث في أفغانستان. وسمعنا على الاحتياجات الإنسانية الماسة في أفغانستان من الأمين العام أيضا. كلنا راقبنا، العالم كله راقب بكل رعب المشاهد الاضطرابي واليأس وهي تتكشف في أفغانستان في الأسابيع الماضية. واليوم يجب أن نحول هذه المخاوف إلى عمل. الوضع الإنساني بحاجة إلى تمويل كريم ومرن. أنتم بالفعل كرماء، وفقد وفر المانحون أكثر من 500 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في أفغانستان عام 2020 العام الماضي. وبهذا التمويل الوكالات والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ساعدت 8 ملايين شخص في أفغانستان إلى الآن في هذا العام. دعمكم للتمويل الإنساني في أفغانستان سمح لنا بأن نكون في طليعة المستجيبين، وترجم 75 مليون دولار في تعهدات حكومية حولناها إلى عمل إنساني أنقذ الأرواح من قبل 44 منظمة غير إنسانية وشريك أفغاني محلي. ولكننا بحاجة إلى المزيد الآن. مع 606 ملايين دولار في هذه المناشدة اليوم بإمكاننا مساعدة حوالي 11 مليون شخص خلال الأشهر الأربعة القادمة. إن حياة الملايين من الأفغان المدنيين في خطر. فأي إجراءات مكافحة الإرهاب أو عقوبات من قبل الدول الأعضاء دائما يجب أن تستثني النشاطات الإنسانية من نطاق عملها. أصحاب السعادة، المجتمع الإنساني يقف إلى جانب شعب أفغانستان، ونحن عازمون على الوقوف إلى جانبهم مع دخولهم إلى المرحلة التالية الغامضة ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الإنسانية المباشرة أمام عيوننا. سنسعى لحمايتي، وكما ذكر الأمين العام
كل المكاسب تحققوها في الماضي أن دور النساء والفتيات جوهري كما هو الحال في أي مكان. يجب أن يكون لديهم إمكانية الحصول على التعليم وأن تصان حقوقهن والحصول على الخدمات الأساسية الأخرى كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم. مستقبل أفضل لأفغانستان يعتمد بشكل أساسي على المشاركة النسوية في كافة القطاعات من اقتصادي وحوكمة أفغانستان. ذكرت زيارتي إلى كابل في الأسبوع الماضي حيث التقيت بقيادة طالبان وناقشنا واتفقنا على عدة مسائل هامة وتلقينا الضمانات خطيا بعد ذلك. اسمحوا لي أن أقرأ بعض المقاطع المقتطفات من هذه الرسالة وأنا أقتبس: نضمن لكم بأننا سنلغي كافة العوائق السابقة والحالية أمام مساعدتكم وكافة المشاريع التي لها تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في أفغانستان، وكل الشركاء سيسمح لهم بالكامل بمساعدة الفقراء في أفغانستان في الوضع الراهن. سوف نحمي الأرواح والممتلكات وزاهة وكرامة العمل الإنسانيين ونزيح العواقب من أمامهم. سوف نحمي قداسة مجمعات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الأخرى، وسوف نصيغ آلية على أساس الاتفاق المشترك. لقد أوضحنا في كافة المنتديات العامة بأننا ملتزمون بكافة حقوق النساء وحقوق الأقليات ومبادئ حرية التعبير في ضوء الدين والثقافة، ولذلك نكرر التزامنا وتدريجيا سنتخذ الخطوات الجادة بمساعدة المجتمع الدولي. الرسالة شملت أيضا طلب طالبان للدعم الدولي في عدد من المجالات لتشمل إعادة البناء وبرامج مكافحة المخدرات والحاجة للمساعدة الاقتصادية وعودة الأفغان بشكل آمن وعدد من العوامل الأخرى. أنا قدمت شكري الخاص في كابل للعاملين الإنسانيين من الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. عملنا مع 156 شريكا في البرنامج الإنساني الأفغاني. أفغانستان مكان خطير يعمل فيه أي عامل مساعدات. هؤلاء رجال ونساء الشجعان غالبيتهم من الأفغان يجازفون بحياتهم من أجل مساعدة الآخرين، وأنا أشارك الأمين العام شكره في تقديم الشكر لكل واحد منهم. ما نفعله هنا اليوم يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لنضمن أن جهودهم مستدامة. الأمم المتحدة تزيد متواجدها وحركتها وتقديمها المساعدات في أفغانستان لتلبية احتياجات الطارئة لشعب أفغانستان. لقد تحدث الأمين العام حول استئناف عمليات الطيران، ولدينا اتفاق خطي والتزامات أمنية من الطالبان يوم أمس فيما يخص المهام الطرق في أفغانستان، المهام التابعة للأمم المتحدة. الآن هو الوقت ليس فقط لاستئناف العمليات والحركة، بل توسيع نطاق عملنا الذي كان عليه الحال في السنوات الماضية مع حلول الشتاء. أن تدفقاتنا المساعدات المستمرة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي جهودهم يوم أمس. هناك ثلاث طائرات أوصلت 50 طن لمزار الشريف، وهذا هي الشحنة الثانية. ثانيا سيدي، مهم جدا أن لا يفقد الأفغان الأمل، وإسهامنا في ذلك هو للتحدث بوضوح والمساهمة بكل كرم والعمل بسرعة. شكرا جزيلا. شكرا لك على مشاهدتك مارتن. والآن أعطي الكلمة للسيدة صوفيا الأمين العام لكير انترناشونال وتنضم إلينا افتراضيا. لك الكلمة صوفيا.
أطلب من الأمين العام لكير انترناشونال أن تلقي كلمتها. أرجو أن تشغل الميكروفون قبل تقديم كلمتها. إذا تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام جزءا من هذه الجلسة الأممية لمناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وجمع مساعدات طارئة لأفغانستان تهدف لجمع أكثر من 600 مليون دولار. تحدث طبعا مارتن جريفيث الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن الشعب الأفغاني عليه لا يفقد الأمل بمستقبله. نعود مرة أخرى لنتابع هذه الجلسة ثم نعود. سأعطي الكلمة لأي من المشاركين بتقديم كلماتهم في حد أقصى 3 دقائق لكي نفسح المجال لكافة المتحدثين اليوم. أنا سعيدة جدا لأن يكون حاضرا معنا سيادة نائب رئيس ورئيس الشؤون الاتحادية للشؤون الغربية السيد إغناسيو كاسيس، لك الكلمة. شكرا جزيلا سيادة الأمين العام أصحاب السعادة أيها سيداتي والسادة. الجبل مهما كان ارتفاعه فيه طريق يقود إلى القمة. عندما ننظر للوضع في أفغانستان اليوم لدينا الانطباع بأننا نواجه جبلا شاهقا، وبينما نطلع إلى هذا الجبل يجب أن لا نشعر بالإحباط، لأننا إذا ما بدأنا بأخذ خطوة بعد الأخرى فسوف نصل إلى القمة. المؤتمر الذي نعقده اليوم هو هذه الخطوة الأولى، ودون أشكر الأمين العام على اتخاذ هذه المبادرة. اليوم حضر الكثيرون هنا إلى جنيف سواء عبر الاجتماع الافتراضي أو شخصيا، وهذا يعبر عن اهتمامنا وضرورة الاستجابة لاحتياجات الشعب الأفغاني. الماضي علمنا بأن العمل المشترك سيساعدنا على بلوغ القمم. نحن في سويسرا مهتمون جدا بمسألة الجبال. ما هو مطلوب منا هو استجابة سريعة. روحية جنيفا تكمن في التدخل الإنساني. الشخص ما تحدث عن الوضع الطارئ في الأسبوع الماضي، الحكومة اقترحت إلى البرلمان للإسهام ب 33 مليون فرنك سويسري لأفغانستان، وانعقد المؤتمر في 2020 مؤتمر أفغانستان. ونحن نعرف بأن التمويل غير كاف، علينا أن نتصرف على الأرض أيضا. هؤلاء الذين يسيطرون على الأوضاع في أفغانستان يجب أن يضمنوا إمكانية الدخول لتوفير الدعم للشعب الأفغاني. كذلك يجب أن يضمنوا أمن الأطراف أو العاملين الإنسانيين، علاوة على ذلك احترام حقوق الإنسان وخاصة حماية الأقليات والنساء والفتيات، كلها يجب أن تضمن. والتقدم الذي تحقق يجب أن نحافظ عليه أيها السيدات والسادة. هذا الوضع الصعب لا يعني أن ليس لدينا الإمكانية والقدرة على العمل. لهذا السبب اجتمعنا هنا في جنيفا لكي نستجيب لاحتياجات الشعب الأفغاني والمساعدة أو مساعدتهم على اتخاذ هذه الخطوة الأولى لبلوغ القمة التي أشرت إليها مسبقا. أود أن أرحب بكم إلى سويسرا وإلى جنيف. شكرا جزيلا لانتباهكم. شكرا جزيلا وزير كاسيس، وسنحاول إعادة الاتصال بالأمين العام لكير انترناشونال. يبدو أنها معنا الآن.
deliver your remarks. هل لك أن تقدم كلمتك سيدتي؟ It seems that we're having still some problems. يبدو أننا لا نزال نواجه مشكلة مع الاتصال. اعتذارنا. سنحاول معاودة الاتصال بها لاحقا. يسرني الآن أن أقدم لكم وزير الدولة الشؤون الخارجية لقطر معالي سلطان بن سعد. ينضم إلينا افتراضيا من قطر. His Excellency, the floor is yours. لك الكلمة سيدي. Thank you so much, بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد أنتوني غوتيريش. Thank you. In the name of God, the merciful and the. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأمين العام، سيداتي والسادة أصحاب السعادة. يسرني يشرفني أن أشكر الأمين العام على تقديم هذه الدعوة لي القائم مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. أصحاب السعادة، إن التحديات الإنسانية والتنموية التي عانى منها الشعب الأفغاني طويلا والتي تفاقمت لا سيما في ظل التهديدات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا والجفاف تتطلب كل الدعم الممكن من قبل المجتمع الدولي من أجل مساعدة الأفغان على مواجهة هذه الأوضاع الصعبة وتكريس ما أحرزوه من تقدم على مختلف الأصعدة والحفاظ على حقوق جميع أبناء الشعب الأفغاني وإدراك من دولة قطر أن تحقيق السلام الشامل المستدام هو العامل الأساسي في تحسين الأوضاع الإنسانية فقد بذلت جهود دؤوبة وناجحة خلال السنوات الماضية بهدف دعم التوصل إلى هذا الهدف المنشود وفي ظل المستجدات الأخيرة واصلت دولة قطر التزامها كشريك دولي لأفغانستان والبناء على وساطتها النزيهة وعلاقاتها الدولية الفاعلة لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان لتحقيق مصلحة شعبه الشقيق واستضافت الدوحة العديد من الحلفاء والأصدقاء الدوليين والقيادات الأفغانية وتمت اتصالات ومشاورات مكثفة معهم لتحقيق الاستقرار أفغانستان لا يمكن أن تصل إليها لمساعدة النساء إلا النساء بالإضافة إلى أهمية المرور الآمن نطلب من الطالبان أن يتأكدوا من عدم استخدام أفغانستان كملاذ آمن للإرهاب ونشير إلى ما رأيناه في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتبع نهجا شاملا ونرحب بقيادة الأمم المتحدة بالنسبة للمملكة المتحدة نضاعف المساعدة لأفغانستان هذا العام إلى 286 مليون جنيه هذا يشمل 30 مليون للدول المجاورة لإيران بالنظر إلى هشاشة الخدمات والنسيج الاجتماعي ربما أن المساعدات الإنسانية لن تكفي وحدها فإذا علينا أن نتابع أعمال الطالبان لإيصال المساعدات الإنسانية ونحن ننظر فيما قد نقدمه من مساعدة بعد المساعدة الفورية كما علينا أن نعمل معا وأن نقدم المساعدة حسب الاحتياجات وبسخاء ومن الأهمية بمكان أن نراقب كيف سيتصرف الطالبان لأغراض مواصلة المساعدات الإنسانية شكرا very much and it's my pleasure شكرا جزيلا
ويشرفني أن أعطي الكلمة لممثل الولايات المتحدة. إذن مشاهدينا الكرام.